كل إنسان على حسب قدراته. ده مهم. تمام. أم عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا يا أم عبد الرحمن. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير يا أستاذة. ازيك؟ أنا كنت اتكلمت، أنا مامة عبد الرحمن اللي هو 11 سنة وأربعة أشهر. المكالمة اتقطعت. هو أنا لما قلت إن هو اتكلم وقطع كلام مرة واحدة وهو ده اللي لفت نظري، أنا ما كنتش أعرف يعني إيه أوتيزم أو كده. يعني اشتغلت له بقى تنمية مهارات في تخاطب، وهو دلوقتي في مدرسة عادية في سنة ثابتة. انت قلتي انه قطع كلام عند سن كام؟ بعد سنتين ونص ثلاثة بدا يتكلم تاني. يعني رجع هو قطع يتكلم سنتين تاني. ونص. لا يعني هو كان بيتكلم لغاية سن كام؟ لغاية سن 3 سنين. 3 وشوية. وبعدين قطع؟ ايوه، بطل كلام نهائي يعني. وبعدين رجع امتى؟ رجع امتى؟ بعدها بثلاث سنين تقريبا او 3 ونص. يعني وهو عنده 6 سنين بدا يتكلم؟ بدأنا نتكلم كلمة كلمتين، دلوقتي ممكن نقول ثلاثة أربعة دلوقتي، وعنده 11 سنة وأربعة أشهر. تمام. أنا هو دلوقتي في مدرسة عادية مع شادو. شادو تيتش. إحنا ماشيين كويس قوي، بس إحنا دلوقتي في ستة. بدأنا سن التمرد. يعني أنا كنت بعرف أتصرف معاه، مثلا أنا هعمل لك مثلا، هو بيعشق السباحة جدا جدا. يعني يعتبر كان عليه ليه. دلوقتي بدأ ان مثلا انا اقول له مثلا انت في المدرسة مثلا يدخل مستر كذا، ما نزنش، ما نعيطش، ما نصرخش. هو بيعملش ده، بس لما مثلا الشادو تقول له تري ايه مثلا عيط، طب مالك في ايه، يجي مثلا حد يطبطب عليه، ايه مالك يا حبيبي عامل ايه، بيشطب فيه. بدأنا اللي انت تقولي مش عايزاه يعمل، لا بيستنى لما يجي الشخص ده ويعمل اللي انت مش عايزاه يعمله. بدا عايز ينفذ اللي في دماغه مش اللي انت عايزاه. يعني مش عايز اقول لحضرتك في في اسلوب اتغير في المعامله. اولا هو مرتبط بباباه ارتباط غير طبيعي، يعني بيعشق ان بابا يذاكر له. بابا يقول ان انا زعلان، دي مشكله المشاكل. طب جميل. يعني فبقى مثلا يعني انا دلوقتي مش عارفه مثلا، يعني هو دلوقتي يجي وقت ما يعوز يحل مثلا في امتحان يحل، طب انت يعني انت مذاكر انت بتحل، يعني يجي الامتحان او مثلا ممكن حتى في اليوم الدراسي لو انا مش عايز خلاص. طيب انت ايه مشكلتك يا ام عبد الرحمن دلوقتي؟ هل مشكلتك في انه ما فيش كلام خالص، ولا مشكلتك في انه التمرد ده؟ احنا بنتكلم. انت بتقولي 4-5 كلمات. لا يعني جملة من 4-5 كلمات. بيعرف يقول وياخد ويدي. لا الكلام بقينا نطلب الحاجة، احنا عايزين كذا ونعمل كذا. لا بيتكلم. جميل. ايه المشكلة دلوقتي اللي هو بقى فيه دخلنا في سكة التمرد؟ وسن بقى بداية مراهقة. انا يعني دلوقتي انا عاجزة بقى ان انا اتصرف معاه، يعني اعمل ايه؟ يعني ما بقاش دلوقتي ان انا مثلا ممكن اقول له انا هخرجك، انا سفرك مثلا. طب هو انت لما بتتكلمي معاه او مع عبد الرحمن، اسمعيني، انت لما بتتكلمي معاه بتسأليه طب انت عايز ايه يا حبيبي اعمله لك، بيقول لك ايه؟ يعني بتسمعي وجهه نظر هو عاوز ايه؟ يعني ايه اللي مضايقه؟ ايه يعني اللي مزعلك؟ بحس ان دماغه فيها حاجه انا مش عارفه يعني اعرفها. طيب يعني خلص. اوكي انت عايز كذا وكذا، انا بنفذه لك. شكرا يا ام عبد الرحمن، وصل سؤال حضرتك. شكرا ليك. هي بص يا دعاء، مكالمه مامة عبد الرحمن فيها معاني كتيره جدا. اول بس معنى عايز اوصله للناس، ادي مثال عشان الناس بتقول ان الطفل ممكن مش عارف يوصل 6 سنين أو 7 سنين لو ما نطقش يبقى مش خلاص مش هيتكلم تاني. قعد 3 سنين ساكت وبعدين نطق. خلاص. دي نمره 1. تمام. فده شيء كويس الناس تعرفه. مركز الكلام او منطقه الكلام بتشتغل. النقطه الثانيه، نقطه زي ما هي قالت المراهقه، وهو دخل في مراهقه طبيعيه بطريقته. ست سنة. فواضح انها بدايات، يعني برضو مش هقول مبكره في الزمن اللي احنا فيه، بقت معقوله انه قال دلوقتي من 10 واقل كمان بيه. تمام. فهو في نقطه بقى انا عايز اقولها، كنت قاعد قدام اب كده بقول له يعني اذا كنا انا وانت هنعتمد على انه منتظر يوم يجي ولادك يقدروا اللي انت بتعملوه، يقول لك شكرا يا بابا ربنا يخليك لينا، انا بتهيألي اليوم ده يعني خلينا نعتبره بعد ان شاء الله بعد عمر طويل بقى لما ربنا ايه لما نموت. لكن لو قعدتي تنتظري يا دعاء انه اولادك يا ماما ده انت ضحيتي ده انت عملتي ده انت كذا، يعني هتتعب، انت اللي هتتعب. فخلينا ايه نحطها كده، ربنا كرمنا وشكر يبقى خير وبركه. الحاجه الثانيه، الطفل الذاتوي
وان كان دلوقتي احنا شايفين ابننا تحسن كثيرا في الكلام وفي الدراسه وفي التعاملات، بالعكس ده بقى فيه مراهقه وبقى ليه راي، وانا مش عايز اكسر ده. هي اخر كلمه قالتها مامة عبد الرحمن بتقول لك يا دعاء انا حاسه في دماغه حاجه غريبه. بصي حاجه في دماغه انا مش عارفاه، حاجه في دماغه انا مش عارفاه. احنا عندنا حاجه من اتنين، يا اما المراهقه المعتاده وانه انا خلاص ماما دي بتوجه وترشد وتعمل فقفلت منها، بابا هو الظريف اللطيف او بتاع ابو دم خفيف بتاع اللعب، فانا ايه اندمجت معاه وبغلس عليها، او طريقتها دخلتها زي ما انت كنت بتسالها دلوقتي بتقولي لها يعني انت بتقولي لها يا حبيبي كذا كذا، ولا بتخش الدخله دي كده. فالدخله لها وضع، لها تاثير. وفي الاخر مره في 2% بقفل منك خلاص، بتبقى طريقتي معاك كده على طول. اما قصه ان قد يكون ده له علاقه بال اللي هي يمكن تقصده بالذاتويه او الفكره دي، بص هقول لك حاجه. فاكره لما بنتكلم على الدكتوره تيمبل جراندين؟ تيمبل عظيمه جدا ورائعه وتقدمت واستاذه والجامعه ومليارته. صحفي راح لها وقعد معاها في المكتب، فبيقول انا لما دخلت التيمبل اول ما دخلت راح مطلع له قالت له المقاله اهي. فقال لها طيب دقيقه واحده بس، صباح الفل اي حاجه. ايه يعني مش في كده؟ قالت له انت تقصد ان انا ارحب بيك. طب اتفضل اقعد. تشرب ايه؟ بس هي دي المشكله. بصي يعني هي دايما بتقول انا مش قادره، يعني انا فاهمه حاجات يبقى المفروض الانسان يرحب، كانها متبرمجه. شوفي ست عالمه وبتاع. عشان في ناس بتسال سؤال كتير جدا، هو يا دكتور الذاتويه دي خلاص يرجع انسان عادي طبيعي؟ كانسان بيؤدي كويس جدا وكانسان ويتزوج وانجبت وعندها احفاد والفت كتب، عايزين ايه اكتر من كده؟ بس برضه ما فيش انسان ما فيهوش عيوب. فوارد انه يكون اللي هي بتقوله اللي ساعات. لسه كان عندي امبارح حد بيقول لي الولد يعني احد الاباء طبيعي، بعد ما دخل عمليه اللوز طلع واحد تاني. بيقول لي ده التخدير يا دكتور؟ والله احنا شفنا حالات بيبقى دخول الاوبريشن او بعد الخروج من حاجه زي الذاتويه ده، هي بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون الشخصيه مختلفه شويه. وارد. لكن اللي اقدر اقوله ان انت عليك في كل الاحوال، عليا مهمه ميشن كده ربنا اختارني فيها. ابني عامل لي وحش، عاملني حلو، انا موديل للتعامل الجيد. بل بالعكس انا ارى انه الطفل اللي انا احسن الظن في هذا الولد عبد الرحمن حبيبي انه يا حبيبي مش عارف، ما عندوش مهارات الاكسبريشن، فكوني انت له قدوه، هو بيتعلم فيكي، وبعدين فتره المراهقه هتعدي. طيب فكره ان هو العند انه عايز بيقلب كل حاجه المفروض يعملها يقلبها للعكس عشان يغيظهم او يضايقهم او 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 انه تقول لك المدرس يدخل في عمره ما زعق ولا صرخ بقى يعمل كده، الحاجه اللي نقول له عليه يعني. طب أنا يا دعاء فكره انه ماشي. يعني انت التمرد. شوفي انت قلتي دلوقتي لسه قايله هو عرف ايه اللي بيعند معاهم بيه وبيبدا يغيظهم بيه. طب ما هم يعرفوا اللي هو بيستخدمه كاسلحه لانه يغيظهم بيها، ويبينوا له انه ولا فارق معانا، ويبداوا يعني يعملوا حاجات تانية يبينوا له. احنا لسه في مرحله تربيه، يبينوا له هو ولا فارق معانا دي تعالج ما احنا قلنا هو نوع من انواع الاهمال. هو اهمال على حساب الاعصاب. والتربيه عمرها ما كانت راحه، زي ما الاغنيه كانت بتقول، بس على الجواز ده على التربيه بقى. التربيه هي اللي عمرها ما كانت راحه فعلا. وبعدين احنا بنحاسب عليها. وانا ضد. انا مش قادره يعني مش عايزه اقاطع حضرتك وكل حاجه، بس عايزه في حتت نقط كده معينه برضو مفيده. انا دلوقتي لما اهمل تصرف وحش، هو ده مش يتقال انه الست دي ضعف يعني مثلا؟ لا، الست دي مش عارفه تربي ابنها، دي سايباه يعمل الحاجات الوحشه. مين اللي يقول؟ ومش يعني ده يتقال عامه يعني، ده مش حكايه مين اللي يقول، المجتمع يعني يقول مش كده؟ المجتمع يعني. اقصد هل ده ما يبقاش انا مقصره؟ يعني انا لما اهمل تصرف غلط وافضل ساكته وسايباه يتعمل ومطنشه ومكبره دماغي؟ بص يا دعاء، كتير جدا من طرق التعامل مع القضايا بتحتاج الى شيء من الصبر وضبط النفس. يعني انا بتصور، شوفي الوضع السياسي اللي احنا فيه في مصر على مدى بقى هو تابع بقالنا 3-4 سنين، قارن مصر بدول كثيره بره. انا حاسس انه ربنا طبعا حافظ مصر، انما في دايما في مصر في ناس طبعا اتهمت بالسلبيه اكتر، انه في حاله من السلبيه. انا بقول ده في ضبط نفس. لو مصر يعني كل من مروا عليها من حكام كانوا عصبيين كنا اتدمرنا. فالاولى الاسره. الام خير مثال. بصي في حكمه بتقول ايه؟ ندمك على كلمه انت ما قلتهاش اخف بكتير من ندمك على كلمه انت قلتها. صحيح. فانا كتير جدا اتغاظ ان انا ما قلتش لابني كلمه معينه وغاظني موقفه. ممكن احوشها اكتبها
ولما يجي وقت معين مش هتضيع ومش هتفرق قوي دلوقتي انك تعدلها، بل بالعكس بتضيع منك مهارات مهارات وجوده التربيه. تمام.